تحقيق شباب بلوزداد اللي معانا على التليفون من جانبه الأستاذ عبد القادر شنواني المتحدث أو مدير إدارة الإعلام في نادي شباب بلوزداد. أستاذ عبد القادر أهلا وسهلا بيك منورنا. أهلا وسهلا، السلام عليكم وتحياتي إليك وإلى المحللين الموجودين معك في الاستوديو. اهلا وسهلا بيك استاذ عبد القادر الاعلامي الزميل، سعداء بوجودك معنا وسعداء بوصول قريب لبعثه شباب بلوزداد الى القاهره لمواجهه الاهلي. كيف هي الاستعدادات لمواجهه الجوله الثالثه في دور المجموعات؟ اولا ليكون في علم الجميع وخاصه انت تقول ان الفريق سيصل للقاهره واحنا وصلتنا برقيه اليوم اننا سنلعب بالاسكندريه. نعم. نلعب بالاسكندريه معناها نعم. ان الفريق سيصل ان شاء الله يوم الثلاثاء على الساعه الثانيه بعد الزوال. نعم، القاهره ما اقصده بالقاهره هي مصر، لكن المباراه تقام في برج العرب أوكي. كما ذكرت. لا في مشكله. نعم. المهم ان الامور بخصوص المباراه كل الاستعدادات يعني الفريق استعد لهذه المباراة كما ينبغي، خاصة بعد الخسارة القاسية يعني 2-1 في اللحظات الأخيرة تلقينا الهدف الثاني. وفريق الأهلي من جهته تعادل بصعوبة كذلك في اللحظات الأخيرة، لكن يبقى أن فريق الأهلي هو المتصدر له 4 نقاط وبالتالي المباراة تكتسي أهمية كبيرة. والفريق اللي يفوز خاصة إذا كان فاز فريق الأهلي معناها يصبح ب7 نقاط تكون له حظوظ كبيرة في التأهل لدور الثاني، بينما شباب الوزداد ينبغي عليه أن يفوز وعلى الأقل يتعادل، لأن الخسارة ستكون صعبة على فريق شباب الوزداد ولو أنه راح يستقبل مرتين على ملعبه. نعم. يعني يستقبل الأهلي ويستقبل كذلك فريق التنزاني. نعم. لكن يبدو واضح أن الكرة تطورت كثيرا، يعني في السنوات الماضية كنا نقول قبل انطلاق دور المجموعات نقول فريق الفلاني ممكن يتأهل وعنده حظوظ، لكن أصبح المستوى متقارب. وفي هذه المجموعة نقدر نقول أن المستوى متقارب، يعني لا يمكن أن نحكم مسبقا، ينبغي الانتظار. والملعب و90 دقيقة هي اللي راح تفصل في كل مباراة. نعم، كنت بنفسك قبل انطلاق المواجهات قد توقعت أن الأهلي سيكون له نصيب الصدارة ضمن هذه المجموعة بواقع تاريخه وإمكانياته قبل هذه المواجهة، هل ما زلت تؤمن بهذه الفكرة؟ صراحة الكل يعرف، يعني في بعض الفرق معروفة لها تجربة كبيرة وحنكة وإمكانات معروفة، الأهلي فريق معروف على الصعيد الإفريقي والعربي، فريق متكامل، فريق عنده تجربة يلعب بالأدوار الأولى في كل مشاركة يعني في هذه البطولة. لكن انا لاحظت انه في المباراه الثانيه اللي تعادل فيها نعم. الاهلي ما قدم مردود طيب صراحه، يعني كان نقول ان مقبول على العموم، لكن ما كان في المستوى الكبير في المباراه اللي تعادل فيها المباراه الاخيره. وبالتالي يعني اكيد ان عندما نشوف المجموعه نقول ان الاهلي له حظوظ كبيره وكبيره جدا انه يتاهل، لكن حذاري لانه هذه كره قدم وكل شيء ممكن. نعم. اذا مثلا فريق شباب الوزداد فاز على الاهلي في 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 هذه المباراه فتصبح الامور يعني تتغير الامور بالنسبه لهذه المجموعه. ولذا اقول ان المباراه ستكون هامه وشباب الوزداد يتنقل من اجل أقل شيء يقول أن الفريق مستعد على التعادل. نعم. على الأقل، لأن الخسارة ستكون لها طعمة، يعني إذا كان خسرنا المباراة هذه فالأمور تكون صعبة، وبالتالي سنرى كيف سيكون مستوى الفريقين
في هذه المباراة، نعم، يعني رئيس مبولحي كان صعب قد غاب التفاهم عن صراحة. نعم كان رئيس مبولحي قد غاب عن اللقاءين الماضيين، لعب فقط في مين؟ رئيس مين؟ مبولحي حارس المرمى. أي نعم الحارس، أي ما هي حالته، وهل هو ضمن البعثة التي تواجه الأهلي في الإسكندرية خلال أيام قليلة؟ سيكون موجود في البعثة وسيكون حاضرا، لا أدري هل سيلعب أم لا، هذه قضية، هذه قضية يعني الأمور هذه تعود للمدرب. لا يمكن، أنا شخصيا لا أعلم إذا كان راح يكون حاضر في المرمى أم لا، نعم ولكن المهم أن مبولحي موجود ضمن القائمة، كل اللاعبين موجودين، اللاعبين اللي كانوا شاركوا في المباراة الأولى في المباراة الأخيرة يعني كلهم يكونوا موجودين في مصر إن شاء الله. إن شاء الله. قد يرى أيضا، نعلم وهو صاحب خبرات كبيرة ولاعب دولي، عدلان قديورة في فريق ضمن صفوف الفريق، هل هو متاح للمشاركة في المواجهات؟ عدلان قديورة كما يعلم الجميع تجربته الكبيرة في إنجلترا وفي قطر والآن مع فريق شباب الوداد، أكيد أنه تجربته سيستفيد منها فريق شباب الوداد لأنه لعب على مستوى عالي في الدوري الإنجليزي الذي يعد من أحسن دوري في العالم، ولعب في المنتخب أكثر من 50 مباراة، وبالتالي يعني تجربة هذا اللاعب وتجربة البوحي أكيد أنها سيستفيد منها الفريق خاصة العناصر الشابة. نعم. لكن هل بولحي سيكون حاضر في التشكيلة الأساسية؟ العلم لله، يعني نعم مفهوم. هذا المدرب هو الذي يقرر. نعم. متى أنا تصل مكلف البعثة؟ بالإعلام ولست مكلف بتشكيلة الفريق. نعم، متى تصل البعثة بإذن الله إلى مصر؟ البعثة ستصل إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد الزوال، الساعة الثانية أو الثانية والنصف بعد الزوال. نعم، ما هي أخطر العناصر التي تراها في صفوف المنافس لشباب بلوزداد صاحب الأرض الأهلي؟ من تتحدث على فريق الأهلي؟ نعم والله شوف، أنا أصبحت الآن أؤمن بشيء، الكرة الشاملة، ذكرنا في فريق أياكس أمستردام عندما كنا نحكي زمان، يعني أنا شخصيا لا أؤمن بفكرة أن اللاعب هو لاعب واحد أو اثنين هم اللي يصنعوا الفريق، أنا أؤمن بشيء هو المجموعة ككل. المجموعة ككل، أنا أقول أن فريق الأهلي فريق متكامل، عندما نعم. يكون في ظروف جيدة ويكون مستعد فهو فريق كبير. لا يمكن أن أذكر اسم أقول الاسم الفلاني هو اللاعب الكبير وهو اللي ممكن يقدم مردود أفضل وهو الاتكال عليه. أقول أن الأهلي كمجموعة مجموعة هائلة، نعم. ولكن أقول لك شيء أيضا هو هام جدا، الاعتراف جميل، يعني الواحد في كرة القدم أنه يعترف بفريق عنده إمكانات، نعم. لكن حذاري من فريق شباب الوداد، لأنه فريق شباب الوداد كذلك عنده لاعبين كبار فيهم، من لاعب خارج ديار يعني خارج الجزائر كان لاعب اللاعبين محترفين، وفيهم لاعبين كذلك شباب يعني سن متقدم 28 و30 سنه، معناها تجربه كبيره، وشاركوا في 4 بطولات افريقيه الاخيره، وبالتالي يعني مستواهم لا يستهان به، نعم. على الرغم من الخساره في المباراه الاخيره، ولكن اقول ان شباب الوداد مستعد هذا الموسم للعب الادوار الاولى وللذهاب بعيد، ولما لا هذا الموسم ان شاء الله، نعم. نفوز بالبطوله الافريقيه. اشكرك استاذ عبد القادر شنيوني، المدير لاداره الاعلام في نادي فريق شباب بلوزداد، توصلوا بالسلامه، وان شاء الله الانتصار نتمناه للاهلي والصداره.